دلوقتي هنعمل مع بعض فطيره بالخميره. فعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم نص كوبايه من اللبن، معلقه خميره صغيره بس مليانه، سكر، بيضه، فانيليا، زبده او سمنه. دي للدهن، مش هنحط قاع خالص جوه العجين غير الكلام اللي انتم شايفينه ده. 3 معالق، 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من اللبن، بيضه، معلقه خميره صغيره مليانه، فانيليا، ومعلقه سكر وزبده، وخلاص. 3 كوبايات من الدقيق، الفانيليا، رشه السكر والملح طبعا، والخميره، اقلبهم مع بعض، بيضه. يبقى انا حطيت ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، رشه ملح ورشه سكر، والفانيليا، والبيضه، وهناخد نص كوبايه من اللبن ونكمل العجن بالميه. نص كوبايه من اللبن ونكمل العجن بالميه، وبنعمل عجينه طريه. ماشي، يبقى كده حطينا ايه؟ 3 كوبايات الدقيق الاول، حطينا عليهم الفانيليا، رشه ملح ورشه سكر، معلقه الخميره، قلبتهم مع بعض. بعد كده حطيت لهم البيضه، وبعدين شويه ميه، شويه شويه، لغايه ما تديني عجينه طريه. ماشي، بص بتطرى ازاي لما تخمر، بتطرى قوي. هاخد دول برده اخمرهم كده كور عشان تساعدني بسهوله ان انا افردها. اجي بقى هنا لما بس الترابيزه، بس انا بسيح السمنه واسيبها تبرد علشان تعمل لي قوام. يبقى السمن او الزبده الاثنين ده او ده ليه قوام شويه. وارش بقى دقيق. مهم قوي. أيوة. الهوايات بتاعت زمان دي بتاعتنا مهمه قوي، ويا ريت حتى في المدارس في الصيف تفتح ويتعلموا الحاجات دي ان شاء الله، حتى الامهات بتوع زمان يعلموهم. اه ان شاء الله يعني ليهم خبره، بحيث ان البنت ترجع تاني عندها حاجه تعملها غير المذاكره. هم دلوقتي ما بقاش عندهم حاجه الا المذاكره، سواء شتا. البنات او الولاد. ايوه صح والله، صيف شتاء بيذاكروا وبيهربوا من اي مسؤوليه تانية. ايوه صح صح. فيا ريت حضرتك تنادلنا بالموضوع ده. الله يخليك. ان شاء الله والله. ويا ريت تعملوا لنا كمان قناه لتعليم الهوايات للبنات. زي الاكل كده، ما ابتديتوا تعملوا قناه جميله كده. يا ريت برضو قناه لتعليم الهوايات. ان شاء الله خلاص نقول لهم ان شاء الله على خير. كانوا ناويين، ربنا يسهل. طبعا والله عيسى لا ده ما بيعرفش يحوز. وطبعا كان زمان عندنا كمان النادي الصيفي، كانت المدرسه بتفتح في الصيف، بتهيألي في مدرسه غدا بتفتح في الصيف، المدرسه بتفتح في الصيف وتعمل نادي صيفي مجاني للطلبه، وفي مدارس بتعملها بفلوس شويه، فمش مشكله حتى لو عملتها بفلوس بسيطه كده الاولاد يروحوا فيها النادي الصيفي. دي حلوه طبعا جدا، والصيف داخل علينا، فعايزين نشجع كل المدارس تعمل كده. والمدرسه بقى اللي تعمل احسن حاجه تاخد جايزه من الدوله، حاجه مهمه يعني. ان شاء الله على خير يعني. بصوا انا هفرد بقى كل اللي زي ما انتم شايفين انا عملت ايه. طب استني معلش تاني اهو. بصوا كده انا فردت واحده وحطيت عليها سمنه من اللي هي قلت لكم، مش افرد كمان واحده كده زبده او سمنه. ماشي، ده او ده ماشي. افردها برده نفس الحكايه، مش فرده بقى زي بعض في الفطير المشلتت افرد او لا، دي فيها خميره وانا عارفه كده كده ان هي هتنفش معايا شويه. افردها كده ماشي، واروح حطاها هنا برده فوق اختها كده. بعمل حوالي 5 أو 6 من الطبقات اهي كده، وادهنها برده بالزبده اهي. بصوا كده كلها لغايه ما اخلص كل الكميه، واخد طبقه برده بالسمنه وادخلها الفرن. بس كده، وندهنها كمان سمنه ونظبط بقى الجناب بقى.
يعني ايه نمسك كده بقى ونايه ونعملها كده نظبطها كده. ناخد بقى ندهن سمنه على الوش او زبده واسيبها بقى كمان شويه تخمر وبعدين اسويها. يعني فيها خميره طبعا بالتفريط اللي انا بطلته ده كله خلاص الخميره راحت، فاروح ايه سايباها قد 10 دقايق تخمر واروح مدخلاها الفرن. خلاص كده